الكبدة معروفة، بس كيف بدنا نغير فيها ونطورها هو التشالنج. بما أنه الكبدة دسمة، فكرت بطبق شتوي، نكهات شتوية. فكرت بالفريك، باليقطين. عم بعمل تشيكن بالوتين. كبدة رح تكون تو تكستشرز بقلبها تشونكي وموس. أنا ونسيم وجورج في منافسة عالية. منافسة شرسة اليوم. الله عليك يا نسيم، سهلة وسريعة. وأكيد كل شافينا بده يحافظ على الفكرة لنفسه. أوريكم شيء؟ جبت شوايات. فكرت أني أشوي قلوب الدجاج عشان أحتاج نكهة شوي اللي تطلع من الفحم، بس خبيتها عشان ما حد يشوف فكرتي ويقلدني. خايفة على فكرتي. جان، تعلمني إيش راح تطبخ أنت الحين المنافس. أنا راح أعمل نكهات لبنانية. حلو. باختصار أنا حسوي صراحة نكهات مغربية باختصار. عندي طبق مغربي، أنت أنا يعطيك ألف عافية. بعدين تشوف النتيجة. كنت أفضل لو اشتغلت سعودي أكثر. أنا مغربي بتركها لسي هو يعمل. أكيد رح نعمل طبق جزائري، ولكن كل التقنيات اللي فيه والفرنسي. خدت غراضي رحت صندوق باش الحاسب. شباب بعد في دقيقتين ونص.